حطي المعجون في المايه المغليه. وتعالى اقول لك بقى على فكره النهارده، بجد فكره النهارده فكره هتعجبكم جدا، فكره ما جاتش على بالك قبل كده. انا سمر ودي قناتي، اتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه على طول، واتمنى بقى تستفادوا بالافكار اللي بقولها في كل فيديو. فكره النهارده هتستفادي منها بقى واحنا بنستعد لتنظيفات رمضان وبنوضب كده البيت علشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. تعالى اقول لك بقى على الفكره النهارده. اول حاجه هجيب ميه مغليه وهحط فيها معجون سنان، وهعصر عليها نص ليمونه، وهحط فيها كده برضو قشره النص ليمونه، وهنزل عليهم كمان بمعلقه كبيره من الخل ونص معلقه من البيكربونات. بجد البيكربونات ده سحر، عايزه اقول لك بينظف كل حاجه وبيخليها زي الفل من غير ما تدعكي ومن غير مواد كيميائيه ومن غير اي حاجه. تعالي اقول لك بقى الفكره بتاعتنا النهارده هنستفاد منها في ايه. الفكره بتاعتنا هنرجع بيها المعالق وكانها جديده، وكمان هتقدري ترجعي اي ستانلس جديد. هتاخدي كوبايه من المحلول اللي احنا عملناه، الميه والمعجون والبيكربونات والليمون، وبعدين هتدعكي بيها اي ستانلس انت عايزاه هتلاقيه رجع بينور وزي الفل. تعالي بقى شوفي المعالق، انا طبعا هغسلها بالصابون، شوفي شكلها بقى بعد ما خلصتها، بجد تحفه جدا، رجعت وكانها جديده. انا عملت كذا طريقه للمعالق عشان ترجعيها جديده، طبعا ممكن ترجعي للقناه وهحط لك برضو اللينك في صندوق الوصف. الطريقة بقى اللي تريحك اعملي بيها، والاسهل ليكي جربيها وبجد النتيجة هتعجبكم جدا. بصي النتيجة، المعالق رجعت وكأنها جديدة. طبعا تقدري تعمليها في حوض المطبخ وفي اي ستانلس انت عايزاه. انا خدت كمان كوباية كده من المية وهي لسه بتغلي كده، وهعمل بيها الرخامة. هتجيبي فوطة كده نظيفة وتدعكي بيها الرخامة، هترجع بتلمع وزي الفل من غير صابون ومن غير اي حاجة خالص. طبعا لو رخامة المطبخ عندك غامقة كده زي عندي، هتقدري بقى تلمعيها كل يومين من غير اي تكلفة خالص. تقدري بقى تجيبي فوطة ناشفة وتنشفيها، هترجع معاكي بتلمع وزي الفل. بصي بجد النتيجة تحفة جدا. بعد ما عملت بقى الرخامة ونشفت، بصي شكلها. أتمنى بقى تكون أفكار النهاردة عجبتكم واستفدتوا منها، أفكار بسيطة جدا بس بجد هتنفعك في المطبخ. هتقدري بقى تستفادي من المية اللي احنا عملناها دي كمان في المطبخ، هترجعيه بيبرق كده وبيلمع جدا. المطبخ الألمونتال اللي عندك هتقدري تدعكيه بيه، هيرجعولك بجد زي الفل. وكمان هتقدري تلمعي كل حنفيات الاستانلس وهترجع معاكي زي الفل. اتمنى بقى تكون افكار النهارده عجبتكم واستفدتوا منها، واتمنى تحطولي لايك، واشوفكم في فيديو تاني بافكار تانية ان شاء الله.